بالنسبه لفريقنا فريق المغرب اتلتيك تطوان اللي هذا العام كيتعتبر موسم استثنائي، عمل واحد العوده سريعه، اطلاله بسيطه من القسم الوطني الثاني من بعد العوده السريعه ديالو من بعد 25 دوره، رجع المكانه ديالو الطبيعيه اللي هي القسم الوطني الاول. كذلك المغرب التطواني كيحتفل بالمئويه ديال التاسيس ديالو، والكل متجند مع فريق المغرب التطواني في هذا الاسبوع هذا، كل المكونات ديال فريق المغرب التطواني، كذلك السلطات المحليه ولا الجمهور ديال فريق المغرب التطواني اللي كيتعتبر المدعم الاساسي لفريق المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني اللي جاء مستعد ومتجند الى مدينه اكادير اللي لقى فيها واحد الترحاب كبير من طرف السلطات المحليه والسلطات الوصيه. وكذلك ما ننساوش نشكروا حسنيه اكادير اللي خصت الحافله الخاصه ديالو باش يتنقل الفريق من مطار اكادير المسيره الى المقام ديالو. كذلك الحافله بقات رهن اشاره الفريق باش كيتنقل للتدارب. فريق المغرب التطواني ان شاء الله بحول الله عازم على انه يعطي كل ما في الجعبه ديالو باش يمشي في ابعد حد في نهائي كاس العرش، ولما لا ان شاء الله بحول الله العوده بالكاس الفضيه اللي هي غاليه على الجماهير التطوانيه وعلى كل المغاربه ان شاء الله. الحمد لله الى الحد الان واخر حصه تدريبيه اللي جراها فريقنا بالملعب الملحق الملعب الكبير الاضرار، كنظن على ان الصحه ديال اللاعبين جيده جدا باستثناء علي المنالي اللي كان تصاب في مقابلات سابقة، والآن كياخذ تدريب فردية مع المعد البدني وكذلك المعالج الطبي. بالفعل كاين واحد المسافة كبيرة ما بين تطوان وأكادير، ولكن الجماهير التطوانية اللي معهود عليها على أنها كتتبع الفريق ديالها بكل روح رياضية، الحمد لله الجماهير ديال فريق المغرب التطواني عمرها ما تعرف عليها أنها عملت شغب لا في تطوان ولا خارج مدينة تطوان رغم التنقلات ديالها البعيدة أو القريبة. الجماهير التطوانيه ان شاء الله بحول الله غتجي الى مدينه اكادير باش تشجع فريقها فريق المغرب اتلتيك تطوان، وان شاء الله بحول الله الروح الرياضيه غادي تسود ما بين الجماهير التطوانيه ولا الجماهير اللي غادي تحج الى ملعب اضرار باكادير باش كل واحد يشجع الفريق ديالو وكل واحد يرجع المدينه ديالو سالما غانما ان شاء الله.